ما هو حق الطريق؟ كثير من الشباب يغلق الطريق ليلحق بالصلاة أو الدرس أو ليتسوق، فنطلب التنبيه والنصح. ما تحتاج تنبيه، واضحة هذه، أنه لا يجوز الإنسان. أنا أذكر حادثة ذكرها لي بعض الإخوة، يعني حقي في مسجد هنا عندنا في مشرف، في أثناء خطبة الجمعة سقط رجل كبير في السن عند السكر الظاهر، فالظاهر ارتفع أو انخفض، انخفض السكر عنده وسقط في المسجد، فشالوه بسرعة ودون المستشفى، فراحوا إلى واحد مسكر سيارتهم. يعني هذا ما هو عمل جيد أبدا، لا يجوز هذا. إنسان لأجل أن يدرك الصلاة يسكر على الناس، مو ما يجوز. حتى لو قال لا أنا أصلي وأطلع على طول، يا أخي افرض واحد قطع صلاته لأمر تذكره مثلا وراد أن يخرج قبل الصلاة، فقضية إغلاق الطريق على الناس لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. لو تصفط بعيد، لو تصفط تصلي ببيتكم، بس ما تغلق الطريق على الناس بحجة أني أريد أن أدرك الصلاة، هذا لا يجوز. إنسان أن يعطي طريقة حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريقة حقه، فمن إعطاء حق الطريق أنه لا يؤذي غيره. طيب.